سماوات الرحمن قد تزينت، وهمس بالتسبيح للمعبود، والجنة في فرح وسرور، وها هي الحور العين تحملن باقات من ورود الجنة، مستبشرة بالحدث اليقين. والكل يسأل ما الخبر؟ هبطت ملائكة الرحمن تطوف حول البيت العتيق، وإيوان كسرى تسطع من بين شرفاته المتساقطة أعمدة من النور تعانق السماء. وتلك الموءودة التي يلفها وشاح الليل المظلم في قلب الصحراء ترقب فجرا من الرحمة. وها هي آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران تنتظران الإذن لمساعدة السيدة آمنة بنت وهب. رايات نصبت في المشرق والمغرب، تهليل وزغاريد تحمل البشرى بولادة سيد المرسلين. نعم، إنه فجر محمد، إنه نور محمد.